وقت تختلط طعمة السماء مع السمسم ومواد عطرية عديدة بتعرف إن النكهة صارت حلبية، ومع شوية زيت صارت أطيب لقمة. الزعتر الحلبي صاحب أشهى مذاق وريحة فواحة، هو أكلة نباتية اشتهرت فيها مدينة حلب وأهل حلب. الزعتر الحلبي هو يعني زعتر حلب مشهور، دائما حلب مشهوره بالزعتر والصابون عشان، ولكن زعتر احنا متوارثين صناعه الزعتر عن الاباء والاجداد من قديم الزمان، يعني مئات السنين. ونحن ابتدينا يعني من لجنه، نحن من 1965 بلشنا بالزعتر، ولا هي صناعه قديمه يعني، ما هو انه شيء جديد على عن حلب. بتكون الزعتر من 10 انواع، اللي هو الشمره، الكمون، اليانسون، الورق الزعتر، العظامه، السمسم، السمار، شلون هذا كله لكان بدوره الزعتر. ما هو سمسم الزعتر بس، لما انت بتيجي مثلا بدك تسافر على الشام او اي محافظه، وين بدك تاخذ معك؟ بدك تاخذ زعتر الحلبي. يعني بقول لك جيب لي معك زعتر، جيب معك صابون، شلون هاي يعني مشهوره حلب بهالامور هاي. وان شاء الله يعني الايام القادمه يعني بترجع حلب باذن الله بالمية مية باذن الله تعالى، طبعا بفضل الجيش العربي السوري وقائد هذه الامه، الله يخلينا اياه، وتلاقي الله يحمي هالبلد احسن شيء. طعم بتوارث الأبناء من الأجداد، وجيل بعد جيل صار هالطعم أصيل بمدينة حلب الشهباء، رمز الصمود والانتصار.